يوم يطلع لنا شعار جديد مين اللي بيزق دول؟ ابحثوا عن القوة الخفية والمعلنة في نفس الوقت التي لا تريد مؤسسة ولا تريد مجلس الشعب ولا عايزة أغلبية محترمة جاية من عند الناس ولا بلد قوي. احنا بقت صورتنا بره فضيحة. الثورة بتتخطف من مين؟ لعملاء الأمريكان، لعملاء الأمريكان، لعملاء الأمريكان، لعملاء الأمريكان والصهاينة اللي مش عايزين مصر ولا عايزينها. اسكت ما تنطقش، لا تقاطع، عملاء أمريكا، لا تقاطع، لا تقاطع، عملاء أمريكا اللي بيحرضوا بالبرادعي واللي بيحرضوا لا لا تذكر أسماء يا أستاذ مصطفى. لا طبعا دور البرادعي المشبوه في هذا الوقت كان واضح للعيان، ولكن أمام حالة الغوغاء اللي كنا بنشوفها واللي بيعتبروا البرادعي أيقونة الثورة وبيعتبروا جماعة الإخوان أنها المنقذ للبلد، ويمكن حتى هذا الوقت يمكن الصورة ما كانتش واضحة لدى كثيرين لأن الأكاذيب كانت عديدة. في الوقت ده ظلت الإخوان مستمرة في حملتها ضد الشرطة وضد الجيش وضد الدكتور الجنزوري. بعد ما صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اللي شكلها الإخوان بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، لم يكن الإخوان يرغبون في فتح ملف قتل المتظاهرين ومن ورائهم. وعندما جرى حديث وتحدثت أنا وغيري حول هذا الأمر حصلت مناقشة حادة بيني وبين البلتاجي في هذا الوقت. كذب واتهامات باطلة ضد الجيش والشرطة، اتهامهم بنوايا غير حقيقية، اتهموا الجيش بأنه ينوي التلاعب في الانتخابات الرئاسية مبكرة. كان بعض الضباط الملتحين يروجون الشائعات ضد جهاز الشرطة، بينما كانت دعوات التطهير وإعادة الهيكلة لا تتوقف. أما الإعلام فقد لعب في غالبيته أدوارا مشبوهة في نشر الشائعات اللي سعت إلى النيل من جهاز الشرطة والقوات المسلحة. بعد حل مجلس الشعب بواسطة حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2012 راح الإخوان يشككون في الحكم ويتهمون القوات المسلحة بأنها تقف خلف هذا الحكم، واستندوا في كده إلى اللقاء اللي جرى بين الجنزوري وسعد الكتتني بحضور الفريق سامي عنان، واللي زعم فيه سعد الكتتني ان الجنزوري هدده باحتمال صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب. والحقيقة لم يكن هذا الكلام صحيح، وانا كنت مع الدكتور الجنزوري في هذا الوقت نفى هذا الكلام. فريق سامي عنان لما اتصلت به نفى مثل هذا الكلام، وكانت العوبة الهدف بها الإطاحة بالدكتور الجنزوري من على سدة رئاسة الحكومة في هذا الوقت.